بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم محمد يعقوب من فريق لاكي جي جي، واليوم عندنا كويك لوك حق لعبة تيلز اوف اكزيليا. اي تيلز هذا؟ تعتبر يعني بالرقم تسلسل اي تيلز؟ اي تيلز اوف مليون. نعم. انا ما اعتقد ان رقمه تيلز غير تيلز اوف فانتازيا. لا مو تيلز اوف فانتازيا، في فانتازيا وديستني. تيلز اوف ديستني اللي لها 1 و 2، وبعدين الباجي كلهم يتغيرون اساميهم. تيلز اوف شيء مختلف، تيلز اوف شيء سيمفونيا 2. هم سيمفونيا تصدق؟ نعم. صح. اي بس هذه احدث واحدة. المهم احتفال ب 15 سنه. 25 قال 25 15 صح. نعم 15. انا قاعد اقول 25 خسي ملخبط ويا سيجا. انا مو مشكله. هاي تيلز اوف زيليا انا ماخذها يابانيه. لعبه الحين ما نزلت امريكا، والله اعلم متى راح تنزل. ان شاء الله بس في اخبار انها محتمل تنزل. خلنا نبلش. يعقوب يقول تعرف ياباني. ايه اول وحده مسج سبيد اللي راح تكون سرعه المسج. نعم. شلون يطلع هذا اسرع ولا هذا اسرع؟ شوف تحت حاط لك دم. ايه اخر واحد اسرع. نعم زين. اللون مال المسج. المهم لا تعور راسك. طق ستارت. يس. طبعا ليش انا ماخذ يابانيه؟ لان انا عندي قانون ان اذا لعبت لعبه تيلز انت تقريبا لعبتهم كلهم. لا بالنسبة لي هذا شيء. لا هذا بالنسبة لي الألعاب وايد متشابهة. يعني بالنسبة لك أنت ما لعبت ولا تيلز؟ لعبت تيلز. لا لما تقول لعبت تيلز إيش كثر لعب؟ لعبت جزئين. جزئين خلصتهم؟ إيه. أي جزئين فيهم؟ سيمفونيا. سيمفونيا 2. لا سيمفونيا 2 ما لعبته، لعبت جزء ثاني حتى ما أذكر شنو. عموما هم يتشابهون وايد بالفايتنج سيستم، يعني يغيرون من جزء لجزء، ولكن المهم يعني عم اختصر انا عندي انه يشبههم بعض. يشبههم بعض. اوكي. انا هي البدايه. تبون طوف ولا نطالع؟ طوف هذا نخليه حق اللي بيشترون اللعبه شي يتحمسون يقدرون يشوفون الكاتسين ما خرب عليهم. نعم. اي هي ايفنت سكيبي موفي سكيب. هذا موفي سكيب. ايوه الثاني. نعم. احنا بنراويكم اللعبه، احنا بنراويكم سي جيز كان موجوده بالنت. بداية اللعبة تقدر تختار شخصية جود أو ملة. جود أو ملة. إيش رأيك؟ من تبي؟ نقي جود. تبي جود؟ ولا تبي ملة؟ أو يفرق بينهم أصلاً؟ في مقاطع باللعبة. لا حتى بعدين في مقاطع. بالباتل طبعاً غير عن بعضهم. ولا نفس الشيء. مثلاً ألعاب تيلز تقدر تنقي أي شخصية تبي بالباتل، ما في مشاكل. لا بس هو هنا قاعد تنقي ستارتر كاركتر أنت. بس ستارتر كاركتر في أجزاء حتى بعدين باللعبة. فيعني عادي الشخصية الثانية البنت يعني راح تكون موجودة بالكاتسينز، تكون موجودة بالقصة. إيه معك دش فريقك. حلو. يعني هني بداية اللعبة. البداية نفس الشيء حق الاثنين ولا؟ لا طبعا كل واحد قصة غير. يعني شنو كان قصتها بالبداية يعني؟ الأخ طبيب في مصحة رايح يقابل البروفيسور ماله. طبعا كل شيء بالياباني فمتأكد إنكم فاهمين. على الكنترول حتى قطعها على السريع، حتى الكنترول سوري سكيب قطعها على السريع. المهم لفت تريجر، لفت ستيك تحرك شخصيه، رايت ستيك كاميرا، مثلث دخلك على الشاشه، ايتمات واحد هذا يمكن الارتس. هذا الارتس الارتس اللي هم الحركات ارمر. هذا التاكتكس مالك بالباتل. اي هذا كنا قصه او شيء ايفنت ليست. قصه ايفنت ليست هذا ايفنت وريستو. هذا مال غلطان منيو لايبراري. اتوقع تلقى البيست انفو هنا والسوالف هذه. سيستم سيف ولود كويك سيف اول وحده بعدين لود و شفتوا عرفتوا اللعبه يعني سهله. انا علمت انا عرفتكم. نعم. اللعبه يعني صعب. حمد يتحرك بالشخصيه مربع طلع لك خريطه. الله خريطه فيها تنوع يعني. نعم حرف الاس معناته شنو؟ معناته ستيف ولا سيف؟ سيف. نعم سيف. السيف شنو معناته؟ السيف معناته سيف قبل رئيس. خسرت اللود. شكل السيف. شكل السيف يعني بقالة اسلحة. نعم ما بقالة اسلحة وبقالة درع وهذا السلاح شو اسمه دروع. جولري وايتمات. جولري وايتمز حلو. طبعا يوديك انها في اريا ثانية حط لك اسمها بالياباني. اريا مني. يعني مش لو ما تحوس بسرعة خليني اقراهم. ها؟ احنا قاعد نراويكم اللعبه بسرعه يعني شنو لما تقول هذا كوكلوك ما لو نطول ما راح نخلصين. المهم راح يصير في قصه ان الحبيب بيروح يشوف البروفيسور ماله وراح يمنعونه. فانت تحاول تدش مكان قصب و
ما راح اقدر اروح بتفاصيل القصه لانها يابانيه. انا مدخل معي عقب من البدايه كان تحت الصراحه. طبعا شوف هذا شوف من شغلات السوري بس ال هانديكاب نوعا ما يعني شوف هي في طريق بس لانك بالقصه انك ما بتروح هناك راح تسوي شيء يعني فلازم يكلمك الشخص يقول لك انه لا معناته امبورتر فريندلي اللعبه حتى لو ما تعرف تقرا ياباني ما اوكي ما تروح هني ما تطلع من هالمكان هذا لما تخلص القصه اللي فيه ما يضيعونك. حلو ذكرني فاينل السابع لما لعبتها ياباني اول مره شلون شو اسمه طبعا كاهل بروفيسور اي لو بغيت اعرف اذا انا بالمكان الصح مال القصه دائما راح ازون راح يعني اوكي انا خلصت الحين المكان بالستوري ما ادري وين اروح فاطلع الويب ماب ودش مدينه لين يصير كات سين ايفنت مدينه اي فكنت اكتشف كذي طريقي ممتاز. لا تخاف يا عقوب لكل مجتهد النصيب هذا نعم عشان خلص فاينل اليابانيه خلص فاينل اليابانيه اول مره هذا اول ار بي جي العبها يعني ياباني فاينل فانتسي السابع ياباني هذا دليل على انك هارد كور تقريبا. انا ما شفت الهكسي راح يروح بعدين فجاه راح يختفي فانت لازم الدوره. ايش رايك لو التسيفه تورينهم باتل سيستم؟ ايش لا ما في مشاكل. شفت نظره سريعه على يعني هذا الحين مثلا شلون المدينه تتكلم بي سيز و كلاسيك ار بي جي كلاسيك بالضبط كلاسيك تيلز. فالحين نروح البحر نروح البحر نروح البحر هي ان شاء الله ما اتلخبط. البلاي ستيشن الامريكي واللعبه يابانيه فالاكس والدائره يتغيرون. وقت السيستم مال الجهاز يصير امريكي يقلب مخك. وباللعبه يصير ياباني اللي هو الدائره اوكي والاكس كانسل. انزين طبعا راح تشوف هني اوه شخصيات ايتمات اتش بي 30% يزيد اتش بيك يزيد اتش بي والتي بي احلف نشوف حرف ياباني. انزين انا ابي هذا اللي يعطيك بوف شو البوف. خلاص شغله ثانيه هني بس على السريع هذا الليفل اب سيستم مال اللعبه يشبه فاينل العاشر العاشر سفير جريد ايه. تمشي تاخذ سفيرز كل سفيرز يعطيك ابيليتي اب يعطيك 16 اتاك او بالاخص لا مو فاينل العاشر كنا فاينل 13 انت تصرف نقاط عشان تمشي على السفير جريد كل ما تلفل يعطونك 3 بوينتس تاخذ 3 بوينتس وثلاث خطوات فيها وتقط البوينتس على الدوائر هذيلا اي وفي بعض الدوائر تلاحظ يكون بنص الشبكه هذا لما تاخذ اللي حواليها كلهم تصير لها اكتيفيت تقدر تاخذها اي حلو وايد نفس فاينل فيها من 13 بعد هذا الابيليتيز هني في بعضهم مثلا ريزست بويزن هذا الارتس اي لا مو الارتس هذا الابيليتيز الارتس هني الارتس اي عدل هذا الارتس حلو هني الابيليتيز اللي تاخذهم اي سكيل ديفنس اب تبي يزيد مالك بالوقت نفس فيسبيريا اللي لاعب فيسبيريا راح عموما حتى سيمفونيا حلو راح الصوب راح نروح البحر على قولت يعقوب او الصحراء شنو وديتنا غابه وديتكم غابه نعم مضيع انت اي تسيبه ما تدري غابه ممتازه فيها بوس هنا ايه هذه دائما لازم الكاميرا هذه ما تلبس الكاتسين اللي الكاميرا تكون ورا كذي مزوم اوت وش يسمونه وفجأة كذي يطلع لك شيء اوفر باور. طبعا البطل هنا عنده قوه نيو تايب دائما يستوعب شغلات ما تصير شغلات ما تصير قبل ما تصير نعم شوف الذيب بس طالع تي بس قاعد يخزك يعني هم الحين ما يدرون عنه بس البطل لا شافه زين يعني هذا شو نيته شر ولا شنو بالضبط لا بس شيء تهويش هنجي هوش ومشى نعم شو تعرف انه مو كل المخلوقات شريره ومو كل واحد نيو تايب نعم ابداع اليوم تونا خاصين من دارك سولز الحين تيلز وكزيليا الوضع مختلف وايد شوف يعقوب هذا المخلوق وايد عجيب شلون؟ انت ان شاء الله تسمع صوته راح يعجبك وايد جدا لطيف من الشغلات اللي نشوفها هني نشوف اللعبه شلون صايره فيها حتى الدنجنز تحس انك مثل جير إذا بديش أماكن هني تلوت الشيارة بس يعني اللعبة عموما فيها لوتس مثلا تاخذ ريش تاخذ سوالف غريبة يعني سوالف هاي تطلع لك كاستمز تطلع لك هندشينا باتل ايه من شغلات ثانية ما حاولتكم ياها باللعبة هم ان
البس بشخصيات شخصيات اللعبه تختلف وايد. ايه طبعا هذا بس باتل او مو بس باتل بس انه سبيشل باتل يا صار. والله حلو الحين قاموا يحطوا كاتسينات بنص الباتل سيستم او بنص الباتل مود يعني. يعني طبعا على بالنا الشخصيه هذا ما عندها ثقه فكانت ما ادري شياكم فايت بس فجاه تشوف انها لازم شنو تسوي تساعدكم والبطل ينكفخ شيء على جنب. نعم تبقى الجابانيز صداقه ايه. والوحش ينطر يعني ما عنده الوحش حبيبي الوحش الوحش بس اكثر واحد حبيبي ايه كفخ كفخ البطل شيء كيف وينطر يعني طالع بس ويسولفون ها ايه ناس هذا شوف مخلوق سعيد. نعم. ليش يا عقب ليش ليش ناور راسك الحين بلش فايت. نعم الحين بلش فايت يا انزين هل هني في ديفنس اي لما تطق ورا توقيت توقيت الطقه اي مثل ما تقول جست ديفنس تروح ورا اي يعني هم الفايت حلو فيها فيها في اكشن اكشن اي انزين في نطه بالنسبه حق الارتس باللعبه كثر ما تستخدم الحركه كثر ما تتطور نفس الاجزاء القديمه ولا ودي اقول ايه بس مو متاكد صراحه يعني يعني الحين مثلا انت عندك حركه انا فاهم سويت لها استخدمت سباوم وايد تلفل تتغير تصير حركه اقوى موجود هالسيستم هذا انا فاهم سيفونيا كانت كذي بس مو متاكد هني اذا كانت كذي صح ولا لا بس يعني هذا عموما نظره سريعه على باتل ودي العب مره ثانيه باتل ثاني بس اراويكم يعني صدق الباتل بهاللعبه شيء يونس حيث ان يعني تقدر تسوي ديفنس تقدر تسوي فيري تروح وراه السبيلات حلوه الارتس حلوه بين الشخصيات في الباري حلوه اللي تصير يعني تروح ورا وكذا وفي مثل ما تقول لينكس اتاك او شيء شي كويك لينك بحيث ان الشخصيتين يرتبطوا مع بعض حلو اذا ارتبطوا الشخصيه بعض يقدرون يسوون حركه مشتركه او ضربه مشتركه بين الشخصيتين طبعا هني الوحوش تقدر تشوفهم يعني بالخريطه ما تقدر تسحب عليهم تمشي صح ايه طبعا شوف في اتاك عادي مع هم مع تحت وفوق ويسار هذا نفس سماش اتجاه مع دقمة يعطي حركة ما تغير اكس سبيشال موف تقطع واحدة اكثر من واحدة هم عندك اكثر من سبيشال موف هذا مثلا هيل وحركات مثل ما تعرف التيلز كل ما تصير حركات اكثر كل ما تطلع حركة جديدة هذا اللينك اللي بقى يعني سهل انك تلعبها حتى لو هي يابانيه صح انا قاعد اقول لك يعني امبورت ما كان عندي مشاكل باللعبه اللهم القصه شويه يعني صدق مثل ما قلنا ما راح تفهم كل شيء بس كجيم بلاي ما اشوف انه شيء صعب بالعكس شيء جدا سهل طبعا في شغله ثانيه مره راكم اياها على السريع اللي هي بهاللعبه شيء الحلو الكوبات تقدر تحط كوبات على الشخصيه يتغير يعني الشكل يطلع يكون واضح على الشخصيه شوف سمكه على يمينك كتفه تقدر في البس تشتريهم دي ال سي هذا تشريته دي ال سي هذا يجيك مع اللعبه يجيك مع اللعبه حلو وشيء حلو انه حتى بالخريطه يبينون وبالفايت يبينون وفي وايد البس مو بس يمكن فوق الخمسه الحين موجودين بس والله يلبس طبعا الستور يا طبعا هذا غير اللي تقدر تطلعهم باللعبه نفسها وبس يعني هذا كانت النظرة السريعة عندك أي أسئلة أو استفسارات عن اللعبة والله للحين أنا قاعد أشوف يعني إنه ما في اختلاف بينها وبين فيسبيريا كأول نظرة يعني عرفت شلون وأنا فيسبيريا من الأرفيجيات اللي وايد وايد حبيتها هالجنريشن بالعكس أنا هذا أشوفه شيء وايد حلو اللي حب فيسبيريا واللي حب ألعاب تيلز اللي من الفترة الأخيرة يعني شكله حلو والله لا يطوفون بس بالنسبه حق النسخه الامريكيه او النسخه اللوكلايزد يعني اتمنى يوم من الايام انه يعني يقولون شغالين عليها وان شاء الله يعني هم تنحصلوا فايلات اللعبه فيها انجليزي بس ما يعني تيرز جريس ما كنا السنه الجايه جريس اف الصيف الجاي اي الجزء ما يندرى متى يمكن اخر السنه الجايه والله اتمنى يعني السنه الجايه يكون فيها لعبتين تيرز على البلاي ستيشن 3 يعني يكون شيء وايد وايد حلو الصراحة لأن ألعاب الار بي جي اليابانية الفترة الأخيرة حلو شوية واللي موجودين يعني أغلبيتهم مو ذاك الزود يعني فأتمنى إنه يعني تيلز ترجمونها هذه وخلونها إنجليزية
ان شاء الله يعجب الفانز ان شاء الله. شباب طبعا كنت سيلز الحين موجود كل فويس اكتنج اي فويس اكتنج واصور بس شيء تكلمون عن الاماكن باللعبه تبكل من عصر الديناصورات موجود الشيء عامل عقولتهم التريد ماركس حق السلسله صح. وبس يعطيكم العافيه وان شاء الله اذا عجبكم الفيديو سووا سبسكرايب واذا كان عندكم اي اسئله سألونا حتى لو اقتراحات على كوك لوكس ولا على اي على اي شيء اي برنامج ثاني اسويه اعطونا اقتراحاتكم حطونا كومنتس بالفيديو احنا نقراهم كلهم ما نطوف شيء. يا والله قولوا لنا ايش رايكم بالالعاب اليابانيه قولوا ايش رايكم بالالعاب اليابانيه عندكم مشكله او حمستكم زياده او ودكم تشوفون شغلات كذي العاب يعني تكون امبورت مو شرط تكون نازله بالسوق الامريكي يعني او بالسوق الاوروبي ودكم تشوفون زياده كذي امبورت اعطونا خبر اوكي يعطيكم العافيه يلا مع السلامه.